طيب مبدئيا الدايود بيتكون من تو سيمي كوندكتور ماتيريالز، واحده منهم ان تايب واحده منهم بي تايب. طبعا احنا خدنا يعني ايه سيمي كوندكتور وخدنا ان السيمي كوندكتور لو عايزين نحوله لكوندكتور بنعمل دوبنج، ونتيجه الدوبنج ممكن الماتيريال دي تتحول لان تايب او بي تايب. لو انا جبت ان تايب ماتيريال سيمي كوندكتور عملت لها دوبنج وبقت ان تايب، وجبت سيمي كوندكتور ماتيريال وعملت لها دوبنج وبقت بي تايب، الاثنين دول حطيتهم جنب بعض يبقى انا كده الماتيريال دي في الاخر اسمها دايود. يبقى الدايود كونسيست اوف تو سيمي كوندكتور ماتيريالز، وان از ان تايب اند ذا اذر از بي تايب. تمام، طبعا اكيد لهدف معين يعني. في بعض الاحيان بنقول على الدايود ده اسمه بي ان جنكشن، يعني بدل ما اقول دايود بشرحها بالتفصيل ان انا بقول ان عباره عن ان وبي تايب او بي ان جنكشن، بي ان جنكشن. فالسيمي كوندكتور الهدف منه الدايود از سيمي كوندكتور ديفايس ذات از يوز تو كنترول ذا فولتج اند ذا كرنت ان ذا سيركت. في العادي لما بيكون عندي مقاومه بحطها في السيركت، المقاومه دي بتقلل قيمه الفولت، بيبقى في فولت داخل ان وفي فولت اوت حوالين المقاومه. المقاومه دايما الفي ان مش بيساوي الفي اوت لان المقاومه بتاخد جزء من الفولت، فالهدف من المقاومه ان هي تقلل او تاثير المقاومه في الدايره ان هي بتقلل الفولت اللي خارج عن الفولت اللي داخل. نفس الفكره الدايود بيقدر ان هو يتحكم في الفولت والكرنت اللي موجود في الدايره، بحيث ان هو ساعات ممكن يخلي الكرنت ما يعديش اصلا وممكن يخليه يعدي. وطبعا حتى لو عدى ممكن ما يعديهوش از تيز، ممكن يعديه ناقص شويه، يعني بيقدر يتحكم في قيم الفولت والكرنت اللي موجود في الدايره. طبعا الفكره دي لها ابلكيشنز كتير. ده الدايود. يبقى الدايود كونسيست اوف تو سيمي كوندكتور ماتيريالز، وان از ان تايب اند ذا اذر از بي تايب. والدايود sometimes is called B in junction. والدايود is a semiconductor device that is used to control the voltage and the current in the circuit. طبعا ده شكل السيمبل بتاع الدايود. ده شكل الدايود في ال لو جات لك سيركت مثلا في الشيت، هيبقى شكل الدايود عامل زي كده. بس بالتفصيل ده شكل الدايود، ان انا عندي N material connected ب B material، وطبعا ال N هي الجزء السالب من الديود وال B هي الجزء الموجب بتاع الديود. وبالنسبه للديفايس ده الشرطه دي هي السالب والشرطه دي هي الموجب، وسوري والمثلث ده هو الموجب. ده بس عشان انت لو حطيت الديود في الدايره تبقى عارف السالب متوصل بايه والموجب متوصل بايه ومين السالب اصلا ومين الموجب. فده شكل الديود كسيمبل، وده شكله بالتفصيل كبي ان جنكشن. الدايود طبعا لو انا اخدت الدايود البي ان جنكشن دي ووصلتها ببطاريه، عندي احتمالين اتنين بس للتوصيل، يا اما اوصل السالب بتاع الدايود بالسالب بتاع البطاريه، او اوصل السالب بتاع الدايود بالموجب بتاع البطاريه. طبعا لو انا وصلت السالب بتاع الدايود بالنسبه للرسمه دي، لو وصلت السالب بالموجب هيبقى الموجب متوصل بالسالب. لو السالب بتاع الدايود متوصل بالموجب بتاع البطاريه هيبقى الموجب بتاع الدايود بتوصل بالسالب بتاع البطاريه. دي توصيل محتمل. الاحتمال التاني للتوصيل ان انا يبقى عندي نفس ال ان بي كده واوصل ال ان بالسالب، وطبعا هيبقى البي متوصله بالموجب. ده للتوصيل التاني. فيبقى if the diode is connected to the voltage source this means that we have two possible connections. يا اما اكونكت ال ان بارت في الدايود بالنيجاتيف بارت، ال ان اللي هو السالب بوصله بالسالب. لو وصلت السالب بالسالب والموجب بالموجب ده توصيل، يا اما اوصل السالب بالموجب والموجب بالسالب. لو وصلت السالب بالسالب ده توصيل، لو وصلت السالب بالموجب ده توصيل تاني. في الحاله الاولانيه لو وصلت السالب بالسالب والموجب بالموجب ده بسميه فورورد بايز، يعني بقول الدايود في الحاله دي متوصل فورورد. لكن لو وصلت السالب بالموجب والموجب بالسالب عكسه، يعني ده معناه ان الدايود يعتبر ريفرس بايز. تمام، طبعا ان الدايود بيوصل فورورد ليه كاركترستيك معينه، والدايود لما توصل ريفرس دي ليه كاركترستيك معينه. لما الدايود يتوصل فورورد في الدايره ده معناه ان الكرنت بعد تفاصيل كتيره، ده معناه ان الكرنت ده معناه ان الدايود بيسمح بمرور الكرنت از ات از في الدايره،
بيبقى كأنه ما بيأثرش أو ما بيقللش قيمة الكرنت. لكن في حالة الريفرس بيشتغل كأوبن سيركت، يعني ما بيخليش الكرنت يعدي خالص في الدايرة. تمام، ده طبعا هيوضح لنا ان انا بشكل ما ممكن اخلي الدايود يتحكم في الكرنت اللي ماشي في الدايره بانه يخليه يعدي او ما يخليهوش بطريقه التوصيل دي. طيب الدايودز بقى هل ليها انواع؟ طبعا الدايودز ليها انواع كتيره، بس واتيفر النوع اللي انت اللي انا هتكلم عليه، كل نوع ممكن يتوصل فورورد وكل نوع ممكن يتوصل ريفرس. يعني كل نوع، لو انا قلت مثلا عندي توصيل نوع من انواع الدايود اسمه ايديال، فالايديال دايود ده ممكن توصل فورورد وممكن توصل ريفرس. طب لو قلت في نوع تاني اسمه ريجولر، يبقى الريجولر ممكن توصل فورورد وممكن توصل ريفرس. تمام، فالدايود له انواع كتيره، وكل نوع ممكن يبقى فورورد وممكن توصل في الدايره فورورد وممكن توصل ريفرس. وايه هي في كومن تايبس بقى للدايود اللي هي الايديال والريجولر والزينر، وطبعا انواع كتيره. طبعا انواع كتيره دي لان احنا مش انترستد ان احنا نشرح كل الانواع الدايودز في السكشن او في المحاضره، يعني ليميتد ب سام تايب اوف دايودز. بالنسبه للشيتات، الشيتات فيها اسئله عن الايدل والريجولر بس، لكن في المحاضره اعتقد هيتشرح عن الايدل والريجولر والجينر. تمام، بالنسبه للايديال دايود، الايديال دايود يعني طبعا احنا اتفقنا ان الايديال ان اي دايود ممكن توصل فورورد وممكن توصل ريفرس. لو الايديال دايود اتوصل في الدايره بحيث ان يبقى فورورد، بحيث ان السالب بالسالب، السالب بتاع الدايود بتوصل بالسالب بتاع البطاريه، والبوزيتيف بتاع الدايود بتوصل بالبوزيتيف بتاع البطاريه، الدايود في الحاله دي هيشتغل فورورد. ولو اشتغل فورورد الايديال دايود بيشتغل كشورت سيركت. فورورد يعني هيعدي تيار، هيعديه كله بقى ولا هيعديه ناقص شويه؟ لا، هيعديه كله لانه هيشتغل كشورت سيركت، مش هيبقى في حاجه بتنقص من قيمه الكرنت خالص. فده الايديال دايود بيشتغل كشورت سيركت لو توصل فورورد. وطبعا لو هو شورت سيركت هيبقى الفولت اللي عليه بزيرو والكرنت اللي عليه هيبقى له فاليو. لكن لو الايديال دايود توصل ريفرس هيبقى يشتغل كاوبن سيركت، وبالتالي الفي اللي عليه هتبقى اقل من زيرو والكرنت هيبقى بزيرو. تمام، دي تو مين كاركترستيك بتاع الدايود، بتاع الايديال دايود. الايديال دايود لما بتوصل في الدايره له خاصيتين، لو هو اتوصل فورورد هيشتغل كشورت سيركت، لو هو اتوصل ريفرس هيشتغل كاوبن سيركت. ولو وصلناه فورورد وبقى شورت سيركت هيبقى الفولت بتاعه بزيرو، الفولت اللي حواليه بزيرو، يعني هو بينقص قيمه الفولت اللي حواليه، يعني اللي داخل زي اللي خارج. فولتج يعني فرق الجهد اللي حواليه بزيرو، والكرنت هيبقى فاليو، لازم الكرنت يبقى اكبر من الزيرو، لازم الكرنت يبقى فاليو. والعكس، لو الدايود توصل ريفرس هيبقى اوبن سيركت، والفولت هيبقى هو اللي اقل من الزيرو، والكرنت هو اللي هيبقى بزيرو. تمام، طبعا لو وصلت الايديال دايود في الدايره انا ممكن يبقى عندي ممكن يبقى عندي اكتر من دايود في الدايره الواحده، السيركت كان كونتين ميني ايديال دايود ات ذا سيم تايم. وطبعا الايديال دايودز دي لو اتوصلت ممكن يبقى في الدايودز دي متوصله سيريز مع بعض او بارل مع بعض او ان كومبينيشن. تمام، فتاني الشيت النهارده بيتكلم عن الدايودز، والدايود دي عباره عن بي ان جنكشن سيمي كوندكتور ماتيريال مكونه من جزئين ان وبي. فالدايود ساعات بقول عليه دايود وساعات بقول عليه بي ان جنكشن. فلو جه في السؤال ان جيفن ا بي ان جنكشن كذا وطالب اي حاجه فهو قصده على دايود. لو قال لي عندي مثلا بي ان جنكشن ايديال يبقى قصده على ان انا عندي دايود ايديال. فالدايود از ا بي ان جنكشن ماتيريال كونسيست اوف ان تايب وبي تايب. والهدف من الدايود ان هو بيتحكم في الكرنت والفولت الموجود في الدايره، بحيث ان هو يا اما يخلي الكرنت يعني يمنع مرور التيار او الفولت، يمنع مرور التيار الموجود في الدايره، او يسمح بمرور التيار. وحتى لو سمح ممكن يتحكم في القيمه اللي هتعدي، ممكن يقلل منها وما يعدهاش زي ما هي. فطبعا ده الهدف الاساسي من الدايود. بالنسبه لانواع الدايود عندي ايديال وريجولر وزينر وانواع تانية من الدايود.
الايديال دايود، وده الاسئله بتاعت الشيت ده مبنيه على الايديال دايود، يعني اسئله عن الشيت، عن الاسئله في الشيت ده عن الايديال دايود بس. الايديال دايود ده عباره عن تايب من يعني نوع من انواع الدايود، وبيبقى له تو مين كاركترستيك، لو انت وصلته فورورد هيشتغل شورت سيركت وبالتالي الفي هتبقى بزيرو والاي هتبقى بفاليو، ولو انت وصلته ريفرس في الدايره هيشتغل كاوبن سيركت وبالتالي هيبقى الفي هتبقى هي الاقل من زيرو والاي هتبقى بزيرو. تمام، فخلينا ناخد شويه اسئله كده عن ازاي نقدر نتعامل مع الايديال دايود في الدايره. لو انا عندي السؤال الاولاني بيقول لي فور ذا ايديال دايود سيركتس ان ذا شون ان ذا ان ذا فولو ان ذا بيلو فيجر، وكان الفي ان ب 1 كيلو هرتز، كانت ب 10 داخل لها 10 في بيك ساين ويف. لو انا السيركت دي مثلا عندي سيركتس كتيره، لو جيفن السيركت دي كان داخل لي ساين ويف كانت البيك بتاعتها ب 10، داخل لي ساين ويف يعني داخل لي اي سي كارنت مش داخل لي دي سي كارنت. وطبعا الاي سي كارنت لما بيكون عندي ساين ويف بيبقى لها تو بيكس، زي مثلا كده يبقى لها تو بيكس، في بيك 10 وبيك ثانيه سالب 10. تمام، فالساين ويف اللي داخله على السيركت دي ليها تو بيكس 10 وسالب 10، وهيبقى طبعا قيمه الفي ان هي ال 10 او سالب 10 في وقت من الاوقات لان هي اي سي. بيسال بقى ايه قيمه الفي اوت، جيبن ان انا ما بين الفي ان والفي اوت كان في دايود وايديال، عايز يسال على شكل الفي اوت. تمام، عايز اسال على شكل تاثير، يعني على تاثير الايديال دايود لما اتحط في الدايره، هل هياثر في قيمه الفولت اللي داخل ولا خارج ولا لا، قيمه الفولت اللي خارج ولا لا. وطبعا دي السؤال الاولاني في كومباينيشنز كتيره من الدايود، من التوصيلات الدايود، ممكن تلاقي دايود لوحده، ممكن تلاقي دايود اثنين دايود متوصلين سيريز، طبعا ممكن يعكس الاتجاه، اثنين دول باصين نفس الاتجاه ودول ممكن عكسين، ممكن تلاقي تو دايودز بارلل، ممكن تلاقيهم برضو اثنين بارلل وعكسين الاتجاه، ممكن تلاقي كومباينيشن ما بين البارلل والسيريز، ممكن تلاقي ان الدايود يغير البوزيشن بتاعه مع المقاومه وما يبقاش هو اللي في الاول، وطبعا دي ممكن يبقى عنده دايود واحد او اثنين، او ممكن يغير يعني ممكن في كومبانيشن في حاجات كتيره ممكن اغير فيها. لو انا جالي سؤال زي كده وقال لي جيفن ايديال دايود، خلينا في ابسط مثال ده، ايديال دايود متوصل في الدايره وداخل لي اي سي سيجنال، داخل لي ساين ويف 10 وسالب 10، شكل الفي اوت هيبقى ازاي؟ مبدئيا احنا اتفقنا ان الدايود ممكن يشتغل فورورد وممكن يشتغل ريفرس، طبعا بقول ان هو يشتغل فورورد لو السالب متوصل بالسالب والموجب متوصل بالموجب، وبيشتغل ريفرس لو الموجب متوصل بالسالب والسالب متوصل بالموجب. تمام، فانا عندي الرسمه الواحده بخلي الدايود يشتغل مره بوست، مره يشتغل فورورد ومره يشتغل ريفرس، بناء على ايه؟ بناء على ان اللي داخل لي اصلا كان ساين ويف، يعني اللي داخل لي الساين ويف اللي داخله كانت، خلينا نحل السؤال الاولاني على طول، لو انا كان داخل لي دي كان شكل السيركت، تمام، وكان عندي دايود بالمنظر ده ودي طبعا شكل الساين ويف، كانت بالمنظر ده عندي 10 وسالب 10، لو الساين ويف دي دخلت هي اللي كانت داخله ان على السيركت دي، طبعا بما ان هي اي سي فهي اكيد مش هتخش كلها مره واحده، هتخش في الثانيه الاولانيه مثلا هتخش 10 والثانيه اللي بعدها تبقى سالب 10، فالديود هيبقى داخل له مره 10 ومره داخل له سالب 10، فاحنا لازم نتعامل في الحالتين، لما يكون نشوف شكل الاوتبوت لما الديود يبقى داخل له 10 ولما الديود يبقى داخل له سالب 10.
طيب لو كان الساين ويف اللي داخله في اللحظه دي كانت 10 بوزيتيف 10، ده البوزيتيف، وده طبعا زي ما اتفقنا الجزء البوزيتيف بتاع الدايود ده البوزيتيف وده النيجاتيف. فلو انا داخل لي 10 او داخل لي بوزيتيف 10 والبوزيتيف 10 متوصله بالبوزيتيف بتاع الدايود على طول كده، يبقى الدايود في حاله متوصل ايه؟ متوصل فورورد. تمام، يبقى الدايود في الحاله دي متوصل فورورد. طيب ايه بقى اللي هيحصل لو الدايود متوصل فورورد؟ شكل الفي اوت هتبقى عامله ازاي؟ اولا لو الدايود متوصل فورورد فالدايود شغال شورت سيركت، يبقى من المنظر ده يبقى السيركت دي في الحاله الاولانيه هيبقى شكلها عامل زي كده، هتبقى شورت سيركت. تمام، ولو انا داخل لي 10 هيبقى الفي اوت ب 10. تمام، لان الدايود كان سلك ما كان فيش حاجه موجوده. تمام، فيبقى الفي ان كان داخله ب 10 يبقى الفي اوت ب 10. ده شكل الاوتبوت، ده الفي ان كانت ب 10 سالب 10، ده شكل الاوتبوت سيجنال اللي هو عايزها في الجزء الاولاني او في السنه الاولانيه كان الان ب 10، يبقى الاوت برضه ب 10 لان الدايود في الحاله دي شغال فورورد وبالتالي هو شغال شورت سيركت. طيب في الثانيه الثانيه لما دخل لي سالب 10، سالب 10 متوصله بالجزء البوست بتاع البطاريه، فالدايود هيشتغل ريفرس وبالتالي شكل السيركت تبقى عامله زي كده، تبقى ريفرس. فدخل لي سالب 10 والسالب 10 دي مش هتوصل اصلا هنا لان انا عندي اوبن سيركت، فالسيركت دي كده كان انا عندي جراوند ومقاومه وفي ملهاش اي قيمه، فيبقى الفي زيرو كام؟ الفي اوت بزيرو. تمام، وطبعا هنكرر السيجنال عندي بوزيتيف يعني 10 وصفر يبقى 10 وصفر و10 وصفر وهكذا، بس هو شكل الاوتبوت سيجنال ممكن لو عملنا هنا ساين ويف واحده يبقى عندي الاوتبوت يبقى ساين ويف واحده بس عباره عن 10 وصفر. تاني جيفن السيركت دي ولو كان دخلها الساين ويف دي، الساين ويف دي عباره عن 10 وسالب 10 بتتكرر. تمام، المفروض لما باجي ابص للسيجنال دي ببص ما باجي ابص على الدايود او السيركت دي بشوف الدايود هياكت ازاي في الجزء الموجب بتاع الساين ويف وهياكت ازاي مع الجزء السالب بتاع الساين ويف، لان الدايود بيشتغل بطرق مختلفه مع البوزيتيف والنيجاتيف. فلو دخل لي الساين ويف الجزء البوزيتيف بتاعها انا داخل لي بوزيتيف متوصل ببوزيتيف اهو، فالبوزيتيف ده ايه؟ في الحاله دي الدايود هيشتغل ايه؟ هيشتغل فورورد، فالسيركت ده تبقى كده، هيبقى الدايود في حاله الجزء ده هيشتغل فورورد وبالتالي هيشتغل شورت سيركت. ولو اشتغل شورت سيركت هيبقى الفي ان بيساوي الفي اوت لان ما فيش اي حاجه مأثره على قيمه الفي ان، الفي ان كان ب 10 يبقى الفي اوت ب 10. تمام، طيب لو لما في الثانيه الثانيه بقى لما يخش لي سالب 10، ما يخش لي سالب 10 تخش على الدايود في ده الجزء البوست بتاعه، فالدايود هيشتغل ريفرس، فالسيركت دي هتبقى كده، هتبقى ريفرس، تبقى اوبن سيركت. لما تبقى اوبن سيركت الفي ان هتبقى داخله بسالب 10 بس الفي اوت هتبقى بايه؟ هتبقى بزيرو لان دي اوبن سيركت. تمام، فيبقى شكل الساين ويف كده في الاخر، شكل الاوتبوت سيجنال هتبقى كده 10 وصفر. تمام، فده كده بالنسبه للسؤال الاولاني ده الحل 10 وصفر. في بعض الاسئله ساعات هو في السؤال اصلا في الهيد بتاع السؤال مش 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 سال مش يعني بقى قال لي هات لي بس الفي اوت، شكل الفي اوت عامل ازاي؟ سكتش ذا ويف فورم ريزلتنج ات فيزيو، ارسم لي الساين ويف اللي ناتجه في الاخر عند الفيزيو الفي اوت. فهتبقى دي شكل الايه ده الحل. بس في بعض الاحيان في الميد تيرم او في الكويزز بيسالني الترانسفير فانكشن بتاع السؤال ده يبقى ايه؟ ترانسفير فانكشن يعني الفي اوت شكلها عامل ازاي في حاله الفي ان اقل من زيرو وشكلها عامل ازاي لما كانت الفي ان اكبر من زيرو. طبعا يعني اكتبها لي كايكويشن يعني. فالفي اوت هتساوي
لما ال VN كانت أكبر من الزيرو لما كانت بعشرة كانت بتساوي نفس القيمة نفس ال VN لما كانت بعشرة كانت داخلة لي بعشرة. طيب ال V ال V ال VN لما كانت أقل من الصفر هتبقى كانت بصفر. تمام؟ بدي ترانسفير فانكشن، ارسم قول لي شكل الايكويشن بتاع او العلاقه بين الفي ان والفي اوت في الاحتمالين اللي عندي، ان الفي ان كانت اكبر من الزيرو والفي ان كانت اقل من الزيرو. لما كانت اكبر من الزيرو كانت نفس قيمه الفي ان، لما كانت اقل من الزيرو كانت نفس كانت ايه كانت زيرو. تمام؟ ده بالنسبه للسؤال الاولاني. السؤال الاولاني ايه؟ السؤال الاولاني بي مديني التو دايودز متوصلين سيريز مع بعض. تمام؟ طبعا احنا لو فهمنا السؤال الاولاني فكده مفيش مشكلة. الاضافة الوحيدة في السؤال ده ان انا عندي تو سيريز دايود، يعني عندي تو دايودز بس هما متوصلين سيريز مع بعض، وعايز اعرف انا ايه اللي هيحصل، يعني الفي اوت هيبقى شكلها عامل ازاي، يعني لما انا بيكون داخل لي ساين ويف السيجنال، او فرضنا دلوقتي عند السنه اللي فيها 10، 10 دخلت على الدايود الاولاني، الدايود الاولاني طلع اوتبوت، الاوتبوت بتاع الدايود الاولاني هيبقى هو الانبوت للدايود الثاني. تمام؟ وبعد كده الدايود الثاني هيطلع اوتبوت، الاوتبوت بتاعه هو الاوتبوت النهائي اللي انا عايزه. تمام كده؟ فخلينا نأسيوم ان انا دلوقتي دي شكل السيركت وداخل لي ساين ويف، يعني داخل لي 10 في السنه الاولانيه، داخل لي 10. هنشوف التو كيسز لما يكون داخل لي 10 وداخل لي سالب 10. لما يكون داخل لي 10 10 يعني بوزيتيف، فالبوزيتيف متوصل بالنيجاتيف، فالدايود في الحاله دي هتوصل ايه؟ ريفرس. وطبعا ده شبهه بالظبط فيبقى ريفرس. فدي شكل السيجنال، شكل السيركت هتبقى اوبن سيركت اوبن سيركت، الدايود الاولاني اوف والدايود الثاني اوف. اوف دي يعني اوبن سيركت واوف يعني اوبن سيركت. تمام؟ فيبقى دي شكل السيركت. لما كان داخل لي 10 الدايود الاولاني ده هيمنعها ومش هيخليها تدخل، فهيبقى قيمه الفولت اللي موجود هنا زيرو. تمام؟ لان ما فيش حاجه، ما دخلوش حاجه اصلا، زيرو. والزيرو اللي موجود ده الدايود مش هيسمح له ان هو يعدي، فيفضل زيرو. تمام؟ فيبقى الفي اوت في حاله لما انا كان داخل لي 10 هيبقى بزيرو. تمام كده؟ طيب لما يكون داخل لي سالب 10، لما يكون داخل لي سالب 10، سالب 10 متوصل بالسالب، فالدايود ده يبقى فورورد شورت سيركت، ده يبقى فورورد، ده يبقى شورت سيركت، فيبقى عندي شكل السيجنال دي. هنعمل ايه بقى؟ هيبقى شكل الاوتبوت عامل ازاي؟ انا داخل لي سالب 10 دخلت على الدايود ده، الدايود ده مش هيغير فيها حاجه، هيخليها شورت سيركت، يعني شورت سيركت هتعدي زي ما هي، فهتبقى سالب 10. السالب 10 هتخش على الدايود ده هيعدي اللي داخل له عادي زي ما هو، سالب 10 هيخرج سالب 10، يبقى الفي اوت بكام؟ بسالب 10. يبقى الجزء الاولاني طلع لي زيرو والجزء الثاني كان سالب 10. تمام؟ وطبعا السيجنال هتتكرر، بس انا لو سالني على الاوتبوت ممكن ارسم سيجنال واحده بس. طيب يبقى ال جيفن بارت بي عنده دايود سيريز، لو انا احل جنرالي الانبوت لو انا داخل لي 10 او داخل لي الجزء البوزيتيف اللي داخل لي على الدايود الاولاني، هشوف الدايود هيتعامل معاه ازاي، هيطلع لي مثلا 0 او 10 او تبر، اللي هيطلعه لي هيبقى هو ده الانبوت للدايود الثاني، وبعد كده الدايود الثاني هيتعامل مع الانبوت اللي داخل له اللي هو الاوتبوت مع الدايود الاولاني، وبعد كده هيطلع اوتبوت، الاوتبوت ده هيبقى هو الفي اوت. خلاص؟ وطبعا هنعمل التو كيسز لما يبقى عندي 10 وسالب 10، في ال 10 هيبقى ده اوبن سيركت الاثنين، وفي السالب 10 هيبقى الاثنين شورت سيركت الاثنين. تمام؟ طبعا بنقول على الدايودز لما بيكون اوبن سيركت بنسميه اوف، بيكون شورت سيركت بنسميه اون. لو سالني على الترانسفير فانكشن هتبقى بالمنظر ده، ان لما كان عندي الفي ان كانت اكبر من الزيرو، في حاله لما الفي كانت ب 10 كان الانبوت كان بزيرو،
هتوصف الرسمه دي كده. ولما كان الساين ويف اقل من 10 كان عندي بايه؟ بالفي ان نفس القيمه اللي دخلت. تمام؟ طيب دي معلومه اللي هو ازاي عندي لو عندي 2 دايودز سيريز، لو عندي 2 دايودز بارلل. تمام؟ نشرح السؤال ده بس الاول وبعدين نبقى نشرح السؤال ده، نشرح اي وبعدين نشرح دي. لو عندي 2 دايود بارل، السيجنال تبقى عامله ازاي؟ طبعا انا قلت الدايود ممكن توصل 2 دايود لوحده او 2 سيريز او 2 بارل او كومبينيشن. لو انا حليت الدايود لوحده وحليت السيريز وحليت الايه؟ حليت 2 بارل. لو عندي 2 بارل هعمل ايه؟ طبعا هبقى عندي هبص على الساين ويف على ان هي هحل المساله يعني على خطوتين. خطوه لما في السنه الاولانيه لما يكون الانبوت اللي داخل 10، ولما يكون الانبوت اللي داخل سالب 10. تمام؟ في الحاله الاولانيه لما يكون الانبوت اللي داخل اكبر من الزيرو يعني داخل 10، في واحد من الدايود ده هيبقى فورورد، واحد فيهم ريفرس اللي هم عكس الاتجاه. فمين اللي هيشتغل فورورد؟ اللي تحت، لان انا داخل لي 10، 10 ده بوزيتيف واتوصلت بالبوزيتيف دي. تمام كده؟ وبوزيتيف متوصل بالبوزيتيف هيبقى ده اللي فورورد، وطبعا ده بوزيتيف متوصل بالنيجاتيف هيبقى ده ريفرس. فانا عندي دايود فورورد ودايود ريفرس ودايود فورورد. طيب انا كان داخل لي 10 جنرالي، يعني لما يكون عندي بارلل دايودز ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان ال 10 دي بتخش هنا واشوف الاوت بتاعها عامل ازاي، وال10 دي بتخش هنا واشوف الاوت بتاعها عامل ازاي، وبعد كده التو اوتس دول بجمعهم على بعض. تمام كده؟ تمام. فلو دخل لي 10 ودخلت على الدايود الاولاني، لو دخل لي 10 ودخلت على الدايود الاولاني، الدايود الاولاني هيطلعها زيرو لان الدايود الاولاني اصلا ريفرس. فانا عندي السيجنال فيها زيرو دلوقتي في الجزء الاولاني من السيرفر فيها زيرو. طب الدايود الثاني هيطلع يدخل 10، هتخرج له منه ايه؟ هتخرج لي منه 10. تمام؟ هجمع ال 10 الزيرو مع ال 10 هيطلع لي 10. هيبقى الاوتبوت النهائي من التو دايودز دول 10. لما كان داخل لي 10 كان الاوتبوت النهائي 10. هيبقى ده شكل الفي اوت في الجزء الاولاني من الساين ويف 10. تمام؟ طيب نتعامل بقى لو كان داخل لي الساين ويف الجزء السالب، هيبقى شكل الدايودز عامله ازاي؟ وهما الاثنين بارل، هيبقى داخل لي سالب 10. طبعا مبدئيا لما الدايودز تبقى اللي داخل لي سالب 10، واحد فيهم هيبقى فورورد واحد فيهم هيبقى ريفرس لان هما الاثنين عكس الاتجاه. فداخل لي سالب 10، فالسالب هتخش على السالب ده يبقى فورورد، فيبقى ايه؟ شورت سيركت. طيب السالب دخل على الموجب هيبقى ايه؟ فورورد، هيبقى ريفرس، فاللي تحت ده هيبقى اوبن سيركت. فده شكل الايه؟ السيركت بعد ما دخلت عليها السالب. الاول بقى عامل ازاي؟ هدخل السالب 10 على الدايود ده، وهدخل السالب 10 على الدايود ده، وبعد كده هجمع ايه؟ النت. انا عندي سالب 10 لما تخش على الشورت سيركت دي هتطلع سالب 10، لما تخش على الاوبن سيركت هتبقى زيرو. هجمع الاثنين مع بعض، سالب 10 مع الزيرو هيبقى سالب 10، فيطلع لي ايه؟ سالب 10. يبقى ده شكل الفي اوت لما دخلت ال 10 والسالب 10 على تو دايودز بارل. تمام؟ طبعا دي الترانسفير فانكشن. طيب خلينا نحل السؤال اللي قبله علشان يعني انا هنا في السؤال الاولاني ده بتعلم اصلا ازاي اتعامل مع الايديال دايود، السؤال الثاني بتعامل ازاي اتعامل مع السيرز، السؤال اللي بعد كده اللي انا حليته ازاي بتعامل مع البارل. السؤال ده بقى فيه سبيشال كيس في البارل. تمام؟ اللي هي ايه بقى؟ ان انا لو تو دايودز البارل مع بعض
كانوا نفس الاتجاه بتعامل معاهم كأنهم ديود واحد. تمام؟ تعامل معاهم كأنهم ديود واحد. تمام كده؟ دي معلومة يعني اختصار لحل السؤال ده. لو ما لو حليت الطريقة، لو حليت ال يعني هو لازم لازم التو دايودز دول تعملهم كأنهم دايود واحد. خلاص؟ فخلينا نتريس كده. أنا طبعًا داخل لي ساين ويف، الجزء السنة الأولانية كان داخل لي فيها 10 بوزيتيف، فالبوزيتيف دخل على البوزيتيف فده هيبقى فورورد، والبوزيتيف دخل على البوزيتيف هنا هيبقى فورورد، فالتو دايودز هيبقوا إيه؟ هيبقوا فورورد. أوكي كده؟ ده كان داخل لي 10، الدايود ده هيطلع لي 10، والدايود ده العشرة دخلت على الدايود ده هتطلع لي 10. هعمل سميشن مش هعمل سميشن، لان هما تو دايودز بعملهم كانهم دايود واحد بس، فبطلع اوتبوت واحد، هما الاثنين بيطلعوا نفس الايه نفس السيجنال، هاخد واحده بس. فيبقى لما كان داخل لي 10 هيبقى الاوتبوت 10 واحده بس، فبقى عندي ايه 10. تمام؟ طبعا الحاجات دي لها بروف واثبات وتريسنج كده، بس احنا الانترست اللي احنا انترستد فيه ان احنا نعرف لما يبقى عندي دايودز بارلل مع بعض في نفس الاتجاه، بارلل ونفس الاتجاه، يبقى هنتعاملوا كأنهم دول واحد بس. فلما كان داخل لي 10 دول كانوا فورورد، طلع لي 10 و10 هاخد منهم واحده بس، هيبقى ده شكل الفي اوت. تمام. بعد كده لما دخل لي سالب 10، سالب دخل على الموجب هيبقى ريفرس، سالب دخل على الموجب هيبقى ريفرس، يبقى دي اوبن سيركت دي اوبن سيركت. تمام. طبعا لما كان دخل لي سالب 10، سالب 10 هتخش على الاوبن سيركت هتبقى زيرو، هتخش هنا على الاوبن سيركت هتبقى زيرو، هاخد واحده منهم بس هتبقى زيرو. تمام كده. دي طبعا شكل الترانسفير فانكشن، دي كان سبيشال كيس في حاله الدايود. طيب ده مثال تاني للدايود برضو زي المثال الاولاني بالظبط، بس الاختلاف بس ان ايه، ان السيرك ان البوزيشنز بتاع الدايودز ايه بدات مع بعض، الدايودز والمقاومه. السؤال الاولاني كان عامل زي كده، عامل كده الدايود بعد كده المقاومه، هنا كان المقاومه بعد كده الدايود. شوف بقى يعني ايه الاختلاف وده هيأثر في ايه. طيب دلوقتي مبدئيا لما انا يكون داخل لي 10، تمام كده، هل اقدر اعرف الفي اوت بكام على طول لو انا عندي مقاومه؟ مش هينفع اصلا، اكيد الفي اوت هتتاثر لان انا عندي مقاومه. تمام. فانا مش هحاول اعرف قيمه الفي اوت من خلال الايه ال10، انا ممكن ابص من اليمادي واستفاد بمعلومة إن الديود أصلا لما بيكون أيديال فالإن بتاعه بيساوي الأوت، الإن بتاعه بيساوي الأوت. تمام؟ فواحدة واحدة لما بيكون عندي السيركت دي، والسيركت دي المقاومة هنا الأول وبعد كده الديود، والفي إن داخلة كده، داخل لي ولنفرض 10، مش هعرف أعرف قيمة الفي أوت على طول لأن أنا عندي هنا مقاومة، المقاومة بتغير قيمة الإيه؟ ال 10 اللي داخلة دي لما هتيجي هنا مش تبقى 10. تمام. فانا مش هعرف اعرف هي بقت كام، مش المفروض ان انا اعرف، مش المفروض ان انا امشي في نفس بالاتجاه ده زي ما كنت بعمل من الاول، علشان المقاومه اصلا بتقلل او بتغير من قيمه الايه الفي ان. فانا هحاول ابص على الـ هحل من ناحيه الجراوند واستفاد بمعلوميه ان الديود لما بيكون ايديال فالان بتاعه بيساوي الاوت، يعني هو اصلا ما بيأثرش في الحاجه اللي داخله عليه، بيخليها لو كانت زيرو هتبقى زيرو، لو كانت 10 هتبقى 10، يعني استفاد بالمعلومه دي. فطيب خليني امشي زي ما بحل السؤال، بحله على خطوتين زي ما احنا متعودين. افترض ان اللي داخل كان سالب 10، اللي كان داخل في اول حاجه كان 10، لو كان 10 طبعا لو المقاومه اصلا قللت عادي هتبقى خليها 9 او اي قيمه بس بوزيتيف، فالبوزيتيف هيبقى داخل على الدايود هيبقى ايه؟ هيبقى فورورد.
تمام، لانه بوزيتيف متوصل بالبوزيتيف. فانا عندي الدايود في الحاله دي هيشتغل فورورد، ده مبدئيا. طيب لما يكون الدايود متوصل هنا بزيرو والدايود ما بينقصش الحاجه اللي داخلاله، هيبقى الـ Vout بكام؟ بزيرو، يعني الدايود بيشتغل في شورت سيركت. شورت سيركت يعني داخله زي ما كان 10 خرج بقى 10، في الامثال اللي كده 10 خرج بقى 10. طيب هنا ده كان زيرو، يعني ايه اللي كان داخله؟ يعني كان عندي هنا قيمه دخلت على الدايود بقت زيرو، والدايود ما بينقصش حاجه، يبقى النقطه دي كانت بزيرو. زيرو مش هتنقص، هتبقى زيرو. تمام، يبقى الـ Vout في الحالة دي كان بزيرو، يعني في حالة الجزء البوزيتيف بتاع الساين ويف الـ Vout كان بزيرو، لأن الدايود شغال فورورد. تمام؟ والعكس طبعًا لو أنا شغالة في الجزء النيجاتيف بتاع البطارية، أنا لو همشي أولًا لو كان داخل لي جزء نيجاتيف، فلما يخش على المقاومة، المقاومة هتقلل له القيمة، فيبقى سالب 10، يبقى مثلًا وتبقى بقى سالب 11 ولا سالب 9، المهم يعني القيمة هتبقى ستيل سالب. هتخش على الدايود، هيبقى الدايود في الحاله دي هيشتغل ريفرس لان سالب متوصل بالموجب. تمام، فالدايود هيشتغل ريفرس. اوكي كده. فدلوقتي الدايود عندي شغال ريفرس، لما الدايود هيشتغل ريفرس فدلوقتي الدنيا اوبن سيركت. اوبن سيركت يعني المقاومه دي يعني ايه، هتقلل او مش هتقلل، هو مفيش كارنت اصلا، مفيش كارنت ماشي في الدايره. تمام، وطبعا لو مفيش كارنت فمفيش فرق في الجهد، مفيش فرق في الجهد، فالفي ان هيساوي الفي اوت. تمام، فالفي ان لو كانت داخله بسالب 10 هيبقى الفي اوت بسالب 10. خلاص كده. ممكن نحلها بطريقه ثانيه، ان انا لو في حاله الدايود ده بيكون اوبن سيركت كده الدايره مفتوحه، كده الدايرة مفتوحة، فمفيش كرنت هيعدي في الدايرة، فالكرنت هيبقى بزيرو، الاي هتبقى بزيرو. لو الاي بقى بزيرو نجيب الاي كده بقانون اوم، اللي هو الفي ان ناقص الفي اوت على الار هيساوي زيرو، الفي ان ناقص الفي اوت على الار هيساوي زيرو. صح كده؟ رقم فرصتين، الفي ان ناقص الفي اوت هيساوي زيرو، وبالتالي الفي ان هيساوي الفي اوت، والفي ان اصلا كانت بسالب 10 هتبقى الفي اوت بسالب 10. تمام؟ فالسؤال ده المشكله اللي فيه ان انت مش هتمشي بنفس الاتجاه الخطوات اللي احنا كنا بنمشي بيها، ان احنا دايما في ان ودايود وعلى طول نبقى عارفين ان الدايود لو كان فورورد فالان بيساوي الاوت، لان هنا في مقاومه، المقاومه بتغير من شكل الفي ان. تمام، المقاومه بتغير من شكل الفي ان، فمش هقدر اعرف بالظبط النقطه دي كانت هنا بكام، المقاومه غيرتها بكام. فانا همشي بالعكس، همشي من هنا هشوف الدايود لما كان داخله زيرو، لما كان خارج منه زيرو يبقى اللي داخله كان بزيرو. تمام، وتبقى بقى قيمه المقاومه. تمام، وهي دي الفكره، ان الدايود يقدر يتحكم في الفي ان، يقدر يتحكم في قيمه الفولت بمجرد وجوده. المفروض المقاومه اصلا بتقلل بقيمه معينه، لا هو ماشي ولا كان المقاومه موجوده، هيبقى ده بزيرو، النقطه دي تبقى بزيرو. المفروض المقاومه لما تقل كان داخل ب 10 تقلل تبقى خليها 8 مثلا، تبقى النقطه دي 8. لا، وجود الدايود في الدايره هو بيكون اللي هو البريورتي الاعلى في التحكم في قيم الفولت والايه والكرنت. تمام، فمثال زي كده طبعا الامثله اللي زي دي اللي هو المثال ده والمثال ده زيهم بالظبط، المقاومه هي اللي سابقه. خلاص، هنحلها بنفس الطريقه، احنا نبدا نمشي بالعكس، نشوف الفورورد والريفرس، في الاخر نبدا نشوف نتعامل من ناحيه الجراوند. طيب بالنسبه للسؤال اتش، انا عندي تو دايودز متوصلين بارل مع بعض ومتوصلين بعد المقاومه، برل ليه؟ لانهم متوصلين بالجراوند، متوصلين بالجراوند من النهايه، ومتوصلين مع بعض من اليمه الثانيه، فيبقى دول برل. خلاص؟ ف خلينا نشوف اتعامل مع واحل سؤال زي كده ازاي؟ طيب
مبدئيا لو انا شغاله او كان داخل لي الجزء البوزيتيف بتاع البطاريه، فالبوزيتيف لما هيدخل وتفر هيخش على المقاومه تقلله، هيبقى ايه؟ هيبقى بوزيتيف برضو داخل هنا، فيبقى بوزيتيف متوصل بالبوزيتيف فيبقى فورورد، بوزيتيف متوصل بالنيجاتيف فيبقى ريفرس. فالديود ده هيبقى، الديود ده هيبقى فورورد والديود ده هيبقى ريفرس، تمام؟ يبقى عندي ديود واحد بس، هيبقى الفي اوت اللي هنا هي الفي اوت اللي هنا هي الفي اوت اللي هنا، بس الجزء ده كله مش شايل، ان ده اوبن سيركت، الجزء ده هو اللي كلوزد سيركت. يبقى الفي اوت تبقى هنا، تمام؟ فاللي كان داخل لي كان 10، يبقى انا عايزه اشوف شكل الاوتبوت سيجنال عامله ازاي لو كان داخل لي 10. طيب طبعا اتفقنا احنا مش هنمشي كده، انا ده كان داخل لي 10 وهبص من اليمه دي، الديود لو هو ايديال فالان بتاعه نفس الاوت، هو ما بيأثرش، ما بيغيرش في قيمه الان والاوت. طيب الديود متوصل بالجراوند، يعني ده بكام؟ ده بزيرو، والديود شغال شورت سيركت، يعني اللي داخل له نفس اللي خارج له، نفس اللي خارج منه، يبقى النقطه دي كانت بزيرو، تمام؟ يبقى الفي اوت في الجزء البوزيتيف بتاع البطاريه عباره، او الجزء البوزيتيف بتاع السيركت عباره عن زيرو، تمام؟ طيب خلينا نشوف لما كان داخل لي نيجاتيف 10 او سالب 10. لما يكون داخل لي سالب 10، سالب هيجي هنا برضو سالب، هيتوصل بالموجب ده يبقى ريفرس، والسالب هتوصل بالسالب هيبقى فورورد، فده هيبقى فورورد ده يبقى ريفرس، فورورد ريفرس. فالسلك ده هنشيله خالص وهيبقى الجزء ده هو اللي كلوز السيركت، تمام؟ طبعا الفي زيرو هي اللي هنا هي اللي هنا، فده الفي زيرو. عايزين نجيب الفي زيرو، هنلاحظ ان السيركت دي هي نفس السيركت دي، السيركت دي هي نفس السيركت دي، لو احنا شلنا الكابل ده، لو احنا شلنا الكابل ده، فالمفروض طلع نفس الاوت. بس لو عايزين نعمل لها تريسنج عادي، ندخل لي سالب 10 والديود ايديال ودي زيرو، ودي زيرو، فالنقطه دي تبقى زيرو برضو، لان الديود ما بيأثرش في قيمه الفولت اللي داخله، زيرو شورت سيركت زيرو، يبقى النقطه دي كانت بزيرو. في حاله لما الفي ان كان بسالب 10، الفي اوت برضو كان بزيرو، فهيكمل ايه شكل الساين ويف اللي خارجه، هتبقى زيرو 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 في حاله البوزيتيف الموجب 10، وزيرو في حاله الايه السالب 10، تمام؟ طبعا دي شكل الترانسفير فانكشن. بالنسبه للسؤال الثاني، مديني سيركت بالمنظر ده، تمام؟ طيب بالنسبة للسؤال الثاني، احنا هنحل جزء ايه بس، تمام؟ بيقول لي assuming that the diodes in the circuit of the following figure are ideal, find the values of the labeled voltage and current. هات لي قيمة الاي اللي موجودة في الدايود الأولاني وقيمة الفولت اللي عند النقطة دي، تمام؟ ف دي شكل السيركت. طيب مبدئيا في الـ في الـ في السؤال الأول احنا كنا بنحله، كان عندي الانبوت كان ساين ويف، يعني كان ساعات الدايود بيشتغل فورورد وساعات بيشتغل ريفرس، طبعا على حسب اللي داخل لي كان بوزيتيف ولا نيجاتيف. هنا بقى اللي داخل لي كان دي سي كارنت، بس انا مش عارفه اتجاه التيار بالظبط ماشي في الدايود ازاي، مين يعني مين اللي متوصل فورورد ومين اللي متوصل ريفرس، او مين المتوصل بالبوزيتيف ومين المتوصل بالنيجاتيف، تمام؟
فانا هعمل assumption assume ان الديود الاولاني كان on والديود الثاني كان on. طبعا انا لو هعمل assume ان انا given two diodes وعملت assume ان لو هعمل assumption فانا عندي اربع احتمالات، يا اما ده يبقى on وده يبقى on، او ده يبقى on وده يبقى off، او ده يبقى off وده يبقى on، ده يبقى off وده يبقى on، او الاثنين يبقى off. تمام، عندي اربع احتمالات. ف جنرالي لو جي لك مساله زي كده انت ما تبقاش عارف انهي احتمال اللي صح، فقدامك اربع احتمالات هتحاول فيهم. بتعرف منين الاحتمال اللي انت شغال فيه هو اللي صح؟ على حسب الاحتمال اللي انت شغال فيه بيقول ايه. يعني لو انت قلت الديود الاولاني اون والديود الثاني اون، كلمه ان الديود الاولاني اون والديود الثاني اون، كلمه اون ده معناه ان الكرنت في الديود ده لازم يبقى له قيمه، ما ينفعش يبقى اقل من زيرو. اون يعني شورت سيركت، فلازم يبقى الكرنت اللي ماشي في الديود ده بالفي عليه بزيرو، والديود بتاعه والكرنت بتاعه باكبر من الزيرو، وده برضه لازم يكون الفي بتاعه بزيرو والكرنت اللي عليه اكبر من الزيرو. لو انت عملت اسامبشن ان ده اون وده اون ومشيت في المساله وطلع لك قيم غير، يعني مش فاليد او مش ماشيه مع ان انت قلت اون، يبقى الاسامبشن ده بتاعك غلط، تضطر تعمل اسامبشن تاني. تمام، فخلينا نمشي في المثال ده ونشوف. لو انا عملت اسامبشن ان ده اون وده اون، لو انا عملت assumption بان ده اون وده اون، تمام، السيركت تبقى عامله ازاي؟ طبعا لو انا given السيركت دي وقلت ان ده اون وده اون، السيركت تبقى في الاخر عامله زي كده، ده شورت سيركت وده شورت سيركت. تمام، وطبعا بس ناخد في اعتبارنا ان انا في الرسمه دي كده النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي كلهم يعني نقطه واحده ولهم نفس الايه؟ الفولت، ان دي شورت سيركت. تمام، طيب جيبن السيركت دي وعملت الاسامبشن ان اون وان، هيبقى عندي شكل السيركت دي. خلاص كده، طيب نبدا نمشي بقى في الرسمه دي ونشوف في الاخر القيم بتاعه الفي هنا والفي هنا والاي هنا والاي هنا بكام، ونشوف هل هيبقى فاليد مع الاسامبشن بتاعنا ولا لا. طيب مبدئيا انا دلوقتي عندي فرع هنا او برانش هنا ماشي فيه كرنت، والكرنت اللي فيه جيت جزء عند الفرع ده والفرع ده. تمام، اتجزء ده كان البوزيتيف كان 3 وهنا كان جراوند وهنا سالب 3، فاكيد يعني كان ده الاصلي اتجزء هنا وهنا. تمام، فيبقى عندي الاي توتال بيساوي الاي دي 1 زائد الاي دي 2، التيار اللي ماشي هنا بيساوي التيار اللي ماشي في الفرع ده زائد التيار اللي ماشي في الفرع ده. خلاص كده، طيب التيار اللي ماشي في الفرع ده اسمه ايه؟ 3 ناقص، لو سمينا فرع جدا على اسمه في، هو اصلا مش شغال بفي، ال دي في اهي دي في، ولو انا خليتها شورت سيركت فدي هتبقى في ودي هتبقى في. خلاص كده، عن 3 ناقص في على 5 التيار الكلي بيساوي في، ممكن نسمي دي اي دي على طول لان ما عنديش مقاومه، بيساوي اي دي التيار اللي هنا زائد في ناقص ناقص 3 على ال 10. تمام، يبقى تاني التيار الكلي 3 ناقص في على 5 بيساوي التيار اللي عند الديود الاولاني اسمه اي دي 1 زائد التيار اللي ماشي في فرع في الديود الثاني او التيار اللي ماشي في الفرع الثاني عباره عن في ناقص ناقص 3 على 10. تمام، يعني في زائد 3 على 10 او في زائد 3 على 10. طيب مبدئيا النقطة دي اسمها في، خلاص كده، وفي دي متوصلة بشورت سيركت، والشورت سيركت متوصلة بالجراوند.
لو ده جراوند يعني لو الديود ما بيقللش قيمه الفولت اللي داخل له وكان اللي خرج منه في الاخر كان بزيرو، يبقى اللي داخل له كان بكام؟ كان بزيرو. تمام، هيبقى ال V اصلا بزيرو. فلو عوضنا في المعادله دي بان ال V بزيرو، المعادله تبقى في الاخر عباره عن 3 ناقص 0 على 5 يساوي اي دي 1 زائد 0 زائد 3 على 10. يبقى 3 على 5 بتساوي اي دي 1 زائد 3 على 10. خلاص، وفي الاخر لما نيجي نحل المعادله بنجيب الاي دي 1، هنلاقي الاي دي 1 بكام؟ ب 3 على 10. وطبعا الاي دي 2 اللي هي دي عباره عن 3 على 10. الاي دي 1 ب 3 على 10 يعني اكبر من 0، والاي دي 2 ب 3 على 10 يعني اكبر من 0. يبقى ده رايت اسامبشن. في كرنت فعلا ماشي في الدايود الاولاني والدايود الثاني، لان انا قلت ان هم اون وان. لو اون وان والكرنت اللي فيهم اكبر من 0 يبقى ده رايت اسامبشن. طيب رايت اسامبشن، خلاص يبقى ده الاسامبشن الصح. هو اصلا كان عايز ايه؟ كان عايز الاي دي او الاي اللي ماشي في الدور الاولاني والفي دي والنقطه دي اللي اسمها في. طبعا طلعنا الفي بكام؟ الفي بزيرو، والاي اللي ماشي في الدور الاولاني بكام؟ ب 0.3.